service pour demander l'aidation également aux banques marocaines de vraiment jouer le jeu et d'essayer d'être très proactif sur le poste. لقاءات جهوية حول الاستثمار، مبادرة ديال أصدقائنا من مجموعة البنك الشعبي، طبعا هي أولا مناسبة لمباشرة التفكير الجماعي حول الرهانات اللي طرحها عنا الكوفيد، ولكن بشكل يمكن أعمق هو الرهانات اللي كتطرح كل القضايا الاقتصادية على مستوى المجالات الترابية اللي احنا فيها. طبعا جهات مراكش في عندها إمكانات ومؤهلات كبيرة، عندها كذلك عمق حقيقي على المستوى التاريخي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي. الآن اللي كنخص وهذا الشيء اللي كتوفر هذه اللقاءات الجهوية هو التفكير الجماعي والتدبير بصوت عالي للمختلف المتدخلين في الاقتصادات الجهوية باش نضعوا الآفاق اللي هي أمامنا، اللي بدون شك كطرح كذلك تحديات جديدة. الكل واعي بأن التحديات هي الآن في المتناول، لكن الأساسي هو أن التفكير الجماعي يستمر، وإلا كنا مستطعين أن نستمر فيه فبدون شك هذه الآفاق ما يمكن تكون إلا رحبة. طبعا إحنا كنا محتاجين لهذه اللقاءات ومحتاجين أنها تكون من مبادر اللي أولا عنده حضور في الاقتصاد الجهوي، وثانيا عنده خبرة حقيقية وعنده القدرة أنه يعبئ الطاقات. كان يمكن لها تجي من مبادرات حكومية أو حتى مبادرات ديال المجالس المنتخبة، ولكن بدون شك تكون عندها مصداقية أكبر اللي كيكون المتدخل اللي متبني المبادرة عنده التصاق حقيقي بالاقتصاد ديال الجهة. حنا في المؤسسة ديال البنك الشعبي في جد فخورين بتنظيم هاد اللقاء. هاد اللقاء اللي هو أولا قبل كل شيء هو لقاء تواصلي لتشجيع الاستثمار، وجد فخورين كذلك باستقبال جميع الفاعلين على الصعيد الجهوي والوطني لإيجاد حلول وإبراز آليات لتشجيع الاستثمار والانطلاقة جديدة، لا بالنسبة للمقاولات ولا بالنسبة للاستثمارات. هذا بعد ما شاهده العالم، شاهده المغرب كبقية دول العالم بعد جائحة كورونا. وقد قمنا على هامش هذا اللقاء بتوقيع عدة اتفاقيات مع الفاعلين على المستوى الجهوي، كغرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش، لجهات مراكش أسفي، وكذلك غرفة التجارة غرفة الصناعة التقليدية لجهات مراكش أسفي. ونحن بصدد توقيع على اتفاقية جديدة مع لسجوام ولانابيك والسيري لمواكبة، والتي كلها تنص على مواكبة هذه الاستثمارات بشكل فعال وواقعي على الأرض الواقع.